نيفين، في ناس بتعرف تعبر عن مشاعرها بالتصرفات، وفي العكس صحيح، في ناس بتحب تتكلم كتير بس ما بتنفذش اللي هي بتقوله. انت لو مثلا مرتبطة بحد وبيحاول ان هو يقولك انه بيحبك او يوصلك مشاعر حلوة بالتصرفات بس، لكن ما بيعرفش يعبر خالص عن مشاعره او احساسه، انت تحبي حاجة زي كده ولا هتبقي محتاجة الكلام الحلو برضه؟ هو انا يفرق معايا انه ارض الواقع بيقول ايه، انه تبقى التصرفات حقيقيه، يعني بتقول ان هو بيحبني بس عارفه بصراحه، بس يعني احب ان انا ابقى بسمع كلام حلو برضه، متهيألي دي بتديني ان انا ابقى بلفت نظره يعني، او انا شخصيا ما عنديش مشكله اقول عادي يعني ان انا احب ان انا ابقى بسمع كلام حلو، بس لو دي حاجه في طبعه مش عارفه، اعتقد يعني ممكن مع الوقت الدنيا تبقى بتظبط بيحاول هو يحسن منها، لانه اصلا مفيش حد كامل، بالظبط، لازم فاللي حاجة هلاقيه مقابل بيتكلم حاجة. سوري بقولك لازم حاجة مقابل حاجة. بالظبط، فيعني انا لو انا هختار يعني اختار اللي يبقى بيتصرف تصرفات وبيعمل حاجات على ارض الواقع تقول ان هو بيحبني، يعني بالظبط بصراحة ده بالظبط. بالنسبة لي هيبقى اهم يعني.